السلام عليكم، يعطيكم العافية. معكم محمود الأدهم من صفحة مدونة بروجيك. إن شاء الله اليوم درس سريع وبسيط وكيفية التحميل من اليوتيوب بدون استعمال أي برامج. هذه الطريقة تساعدنا على تحميل مقطع الفيديو بأي دقة توفر عليها ذلك الفيديو، أيضا تساعدنا على تحميل الفيديو فقط صوت، يعني بصيغة MP3. تابعوا مع الشرح. مثال: بدي أنا أحمل مقطع الفيديو هذا لكن ما عندي أي برنامج تحميل، ما علي إلا إني أمسح الكلام من عند البروتوكول www، أحط رقم 10، انتر، راح يتم تحويله إلى صفحة. تابعوا معي الصفحة هذا. لو شفنا الخيارات، عندي خيار MP3، ولو حطيت داونلود راح يتم تحميل مقطع الفيديو فقط صوت بصيغة MP3. أيضا الخيارات الثانية اللي هو تحميل مقطع الفيديو بأي صيغة، مثال MP4 أو FLV بصيغة اليوتيوب أو بصيغة الجوال 3GB. مثال أنا بدي أحمل مقطع الفيديو هذا MP4. طبعا لا يشترط أن يكون عندي برنامج تحميل، يعني أنا لو كان عندي الداونلود محذوف راح يتم تحميل الفيديو بكل سهولة عن طريق المتصفح. فقط ما علي إلا أني أضغط داونلود. واحط الصار داونلود، وهيك ان شاء الله بكون اتحمل عندي مقطع الفيديو بكل سهولة. يعطيكم العافية.